تعب الناس من ظلم الحكومات، تعب طبعا من المعاناة في البحث عن الله، لكن الرب يسوع هو المحرر الأعظم. وتعرفون الحق والحق يحرركم. فالمسيح وعد بالراحة، وهذه الراحة ليس فقط في هذه الحياة. شعب إسرائيل دخل كنعان، يسمي الكتاب أرض الراحة، ومع كل هذا مارسوا الخطية ولم يستطيعوا أن يدخلوا الراحة. لكن تنبأ عن يومه فعلا من خلال يسوع المسيح ندخل هذه الراحة، وفي يوم من الأيام هذه الراحة بتستمر إلى الأبدية، إلى أبد الآبدين، نكون في السماء مع الرب يسوع. في كل حين نتمتع بالراحة، بالسلام مع الله، بالفرح الحقيقي، تمتلئ قلوبنا محبة فتجدوا راحة لنفوسكم. هذه محبة الله أحبائي، إنه فعلا نحفظ وصايا المسيح.